الوداد تاخذ الخطا امين تغدو تغدو يحاول يلعب كره دائريه بالفعل تاع الكره خطيره والهدف الهدف الاول لفائده فريق الوداد بواسطه اسماعيل الحداد. وكما قلت بانه لاحظوا امين تيغزوي كيلعب الكره دائريه لاحظوا يعني المتابعه واعتقد عمر بوطيب بالفعل هو اللي وضع الكره في الشباك بنيران صادقه لاحظوا لانه كان يعني اسماعيل الحداد تبع الكره لاحظوا التسديده ثم التصدي الخطا كينتظر الصافره محسن ياجور ياجور كيسد التسديده هدف تعادل لفائده فريق الرجاء والموقع هو محسن ياجور بالتالي المباراه كتعرف انطلاقه اخرى لاحظوا الكره بشكل جميل تعانق شباك الحارس زهير العروبي وبالتالي هدف التعادل لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي هدف اكيد اللي